أعزائي مشاهدي قناة سي بي سي 2، أهلا ومرحبا بكم، ومعكم علوان معلق رياضي محمود بكر، وأحداث الشوط الأول من لقاء نادي الزمالك. 25 نقطة من 15 لقاء مع نادي القناة، 21 نقطة من 17 لقاء. هذا اللقاء يقام على استاد الدفاع الجوي ضمن لقاءات الأسبوع رقم 19. طبعا ملعب استوديو الملعب كابتن شوبير، النقد الرياضي حسن مسكاوي، كابتن ايمن يونس، يعني شبعتم تحليلات من السل الكراسي الموسيقيه اللي بيلعبوا عليها المجاميع لغايه دلوقتي. دلوقتي الزمالك بيلعب وهو عنده 25 نقطه، وانتهى الاسماعيلي ب 27 نقطه بخسارته هذا اللقاء، وارتفع رصيد اتحاد الشرطه الى 29 نقطه، وبتروجيت 33 نقطه. اذا الزمالك بيطارد ثلاث انديه حتى الان، بيطارد البتروجيت 33 نقطة اللي خسر النهاردة 6 نقاط، وبيطارد الإسماعيلي أيضا المتفوق عليه ب 27 نقطة، وبيطارد اتحاد الشرطة 29 نقطة. لو فاز الزمالك هيبقى عنده 28 نقطة، يركب على نادي الإسماعيلي بنقطة، ويستمر الجدول يبقى بتروجيت 33، واتحاد الشرطة الأول مرة يبقى الثاني ب 29، ويبقى ننتظر لقاء الإسماعيلي والزمالك المؤجل عشان نقدر نحسم حاجات كتيرة جدا. النهاردة الزمالك بيمثله حارس مرمى عبد الواحد السيد، خط الدفاع حازم إمام، ويعود مرة أخرى عمق دفاع الزمالك ياسر إبراهيم ومحمود فتح الله ومحمد عبد الشافي في الشمال، نص الملعب مصطفى فتحي أكيد هيجي جنب حازم إمام، عمر جابر وأحمد توفيق اتنين ارتكاز في نص الملعب، قدامهم شوية مؤمن زكريا ومحمد إبراهيم، ورأس حربة منفرد أحمد علي. أما القناة النهاردة أنا شايف المدير بتاعه يعني عامل يعني تحصينات دفاعية، هنشوف هل هي تحصينات دفاعية ولا حسب إيه بالظبط، لأنه عامل تشكيل لسه هنشوفه مع بعض تحركات لعبته فيه. محمود أبو السعود لحراسة المرمى، ووليد خضراوي عبد الإله ومحمد زيادي وسيد محمود وبهاء مجدي في خط الدار، بيلعب عبد الله ساقط، نص ملعب احمد محسن، محمد علي، محمد العدلي، وغريب مودي، وقدام دوجي لوحده. بيحكم هذا اللقاء طاقم بقياده محمد صباحي، وبيعاونوا هاني عبد الفتاح واحمد توفيق والحكم الرابع عبد الحافظ محمد عبد الحافظ. الزمالك هيبقى على شمالك في بزيه الابيض، والقناه على يمينك بزيه اللبني كده وابتسامه الميدو ابتسامه مؤقته. واحد يقول لي انت هتقول لي من اولها مؤقت واو كلام من ده، النهارده يوم غريب في عالم غريب، ما حدش بيخاف من حد، دي السياسه اتنقلت للملاعب وبقت شغلانه اليومين دول. عموما هنشوف ايه الحكايه بالظبط في هذا اللقاء، يا ترى المدير الفني احمد الكابتن احمد سعيد للقناه عامل حسابه في ايه. احمد سعيد جهاز هناك، احمد سعيد و يعني طارق فهيم وبلبل الهادي وجمال مطر وعمر حسن ومحمد سعيد وطارق الباروكي، كل دول يعني الجهاز الفني لنادي القناة، أندية القناة من الأندية اللي يتميز بأنها غنية. النهاردة كمان فريق سيد فريق مميش بيهتم جدا ب نادي القناة، واتخذت القرعة وهيبقى القناة على شمالك بزيه اللبني والزمالك على يمينك، وثواني ويصفر محمد الصباحي ببداية لقاء الزمالك 25 نقطة والقناة 21 نقطة، والقناة عاوز يهرب من تحت ليه؟ لأن عنده 21 نقطة، تليفونات بن السيف عنده 21 نقطة، حرس حدود 20، وادي دجلة المترنح 19، وطلع لهم المصري بقى 21 ركبهم، وبعدين طلع الجيش النهارده حلمي طولان عمل مفاجاه يستحقها بثلاث نقاط، خدم الاسماعيلي بقى عنده 18 نقطه، ويصفر محمد الصباحي حكم هذا اللقاء ببدايه الشوط الاول من لقاء الزمالك المتطلع الى الثلاث نقاط وبقوه، وقناه السويس ونادي القناه المتطلع الى الثلاث نقاط ايضا بقوه. هل يبقى السيناريو زي الجيش والاسماعيلي؟ الناس الزمالكيه يقول لك يا عم ما تقعد انت من اولها، والله كل حاجه احتمال النهارده، كل فرقه وهي ومجهودها وكل مدير كوره
وهو وإمكانيات لعبته. ودي أول ضربة مرمى وعبد الواحد السيد. عبد الواحد السيد وضربة مرمى لنادي الزمالك. المباراة بتقام في استاد الدفاع الجوي، وكابتن ميدو أهو يعني مخرجين منشنين عليه بطريقة فيها أوفر شوية. سيبوها راجل، يعني كل مخرج سيب المدرب يتنفس يا أخي، بيعمل كده بيعمل كده، إنما جايبه على طول في الكادر أكتر من بعض اللعيبة كتير. يعني هنشوف بشكل كده مدرب أحمد سعيد المدير الفني لقناة عامل قفل عنق الزجاجة. واحد يقول لي يعني إيه ده اللي بيلعب مع الزمالك لازم تقفل الأطراف؟ النهاردة بقى في أطراف مصطفى فتحي وحازم إمام، والناحية التانية في أطراف محمد إبراهيم ومحمد عبد الشافي، وفي عمق في أحمد علي ومؤمن زكريا. يعني الزمالك عنده مجموعة مهارات بس ينقصه إيه؟ الانسجام. مش مجموعة أسامي إنما الانسجام، وكم مرة لعبوا جنب بعض، وكم مرة عشان الانسجام بيجي من الأداء المستمر اللي يبقى فيه انسجام. ضربة حرة مباشرة لنادي القناة تتلعب على طول، وضربة مرمى لنادي الزمالك. بهاء مجدي الباك الشمال اللي لعب الكرة ده، وحازم إمام الباك اليمين النهاردة، وقدامه هنشوف هل حاطط مصطفى فتحي ولا حاطط محمد إبراهيم. أكيد مصطفى فتحي. وتتلعب ضربة المرمى وتعدي وتروح لمحمد إبراهيم، تتخطف من محمد. وزي ما حضرتك شايفين كده القناة مش خايف، القناة بيحاول إنه يهاجم، وتتخطف الكرة وياخدها فتح الله يلعبها على طول وتطلع بره الملعب، أو رمي التماس من محمد إبراهيم. رمي التماس لنادي القناة هيلعبها الباك اليمين وليد خضراوي. أهو أنا قلت الباك اليمين وليد خضراوي بدأوا يساعدوا لي، لا بيلعب قدام. وآخر حاجة غريبة جدا، ريت سمعت اسم كلام نفسي أنا، تتلعب الكورة وتروح لحازم إمام. بص على طول محلقين عليه هو مصطفى فهمي، خلاص بانت على طول شغل القناة. هيبقى من يخترق من، مين يعدي من مين؟ هل بهاء مجدي؟ وهنشوف مين اللي معاه الكتلة البشرية الزرقاء اللي هناك دي اللي واقفة لحازم إمام. هل هتتحرك الكتلة البشرية دي ناحية الشمال برضو عشان تقف لمحمد إبراهيم؟ وأول ألشة في المباراة وضربة ركنية لنادي الزمالك، أول ألشة في المباراة النهاردة هو لأحمد عبد المحسن. أحمد عبد المحسن وضربة ركنية لنادي القناة، ضربة ركنية لنادي القناة، وثلاث دقائق من البداية والتعادل بدون أهداف. وضربة ركنية لنادي الزمالك ومحمد إبراهيم، ويلعبها حلوة حلوة، إنما يقطع على طول محمود أبو السعود ويشوط. محمود أبو السعود ده بلاعب المنصورة والأهلي مش كده بدوي ولا ليه؟ اتنقل من الاهلي اخيرا، وبدانا نشوف محمود ابو السعود في ما فين بيلعب. قعد ايه فتره طويله جدا الراجل قاعد. تتلعب الكوره، ده درس للعيبه اللي عايزه تتنقل للانديه الكبيره، لازم يشوف هيلعب ولا لا. العمليه مش رحت الاهلي رحت الزمالك طب انت عملت ايه؟ ادي على طول محمد ابراهيم وعرضيه وبره الملعب رمي التماس. رمي التماس ومحمد الزياتي بيلعب سنتراف في نص جنب عبد الله وسيد محمود، وعبد الله اللي صائد. والمباراه بتمشي كده يعني شكلها بتروح للزمالك بالمنظر التكتل ده. هوت هنشوف هل التكتل ده بيعمل زي حلم طولان ويقدر يفرد باداء جماعي. هنا الفرق، لو عملنا الفرق ما بين الحبه اللي هيتلعبوا دول اللي شفناهم ما نقدرش نحكم بسرعه، ان حلمي كان بينكمش ثم يرتد هجوميا بخطوطه كلها. النهارده هنشوف احمد سعيد المدير الفني للقناه، هل هيرتد دفاعيا ويرتد هجوميا فردي ولا باداء جماعي؟ ادي كره حلوه قوي لحازم امام، انما معاه بهاء مجدي. وهنشوف الكره دي مكرره كتير، تتخطف وياخدها نادي القناه، وعلى طول تتلعب اماميه عند دودجي. دودجي هو اللي هياخد الكرات الطويله لنادي القناه، وياسر ابراهيم ويعدي دودجي ويبص هيدي مين بره، وضربه ركنيه. اذا القناه بيرد عليها بسرعه، احمد سعيد يقول لي لا ده انا عامل حساب ان انا هلعب على المساحات الفاضيه، وان عندي لعيب سريع اسمه تودجي زي ما جيمز بوند ولا بوند بتاع البتروجيت اللي استخدمه في الشوط الثاني وارهق بيه دفاع الزمالك. لكن النهارده دفاع الزمالك يعود مره ثانيه، اهو الراجل من اوله اهو بيغل
بلبانة، والله يكون في عونه، مدرب كويس صراحة وعامل شغل كويس، وضربة ركنية لنادي القناة تتلعب على طول، وضربة مرمى لنادي الزمالك. ضربة مرمى لنادي الزمالك، وغريب مودي يلعب الضربة الركنية، وكان طالع فيها السيد محمود، وضربة المرمى للزمالك تتلعب على طول، تسقط من أحمد محسن في نص الملعب. عبد الشافي، طرفين بتوع نادي الزمالك شغالين كويس قوي وفاولات كتير. انت بتيجي ليه هنا يا عم أحمد علي؟ طب لو انت خدتها هترفع لمين؟ ده انت راجل كل راس مالك العاب الهوا والاختراقات بقوه، معرفش بتطلع بره الصندوق ليه، عشان الزمالك بالطريقه دي الزمالك بيتاخر دايما في ان هو يحرز اهداف. ضربه حره مباشره لنادي الزمالك ومحمد ابراهيم، وضربه حره مباشره لنادي الزمالك. ست دقائق من البدايه التعادل بدون اهداف، وخدها من تحت لفوق فتح الله وصفاره وفاول على فتح الله، وضربة حرة مباشرة لنادي القناة. ضربة حرة مباشرة لنادي القناة مصفر عليها محمد الصباحي حكم هذا اللقاء، وهنشوفها مرة تانية، طالع وساند بكوعه على الراجل، وضربة حرة مباشرة لنادي القناة. أبو السعود أمامية في اتجاه دوتشي، يطلعها حازم إمام وترجع ورا لياسر إبراهيم. محمود فتح الله ينزلها لمؤمن، هو اللي صنع العاب بس بيمشي بالكرة كتير. مؤمن لعبد الشافي، عبد الشافي يلعبها وحشة على طول، سيد محمود يقطع وتنزل الكرة عند دوجي، دوجي عاوز يلعبها لأحمد محسن، تطلع كرة بره الملعب أو ترمي التماس لنادي الزمالك. تتلعب الكرة وتروح لياسر، يسيبها لعبد الواحد، أحمد توفيق، حازم إمام، ماشي حازم إنما ماشي بالكرة كتير، تتقطع وفاول وصفارة، وضربة حرة مباشرة على غريب مودي، على وليد خضراوي يلعب في نص الملعب. هو وليد هنشوف تحركه فين بالظبط، هل واخد واجب إنه يمسك حد، لان كده بالطريقه دي الراجل ده كان بيلعب باك، اطلعه هنا واجيب ده هنا، يبقى مرشق كل مدافعين، ويبقى بتلعب بطريقه حلق حوش. هنشوف طريقه قناه السويس، قناه السويس ايه، فريق قناه، وهو بيقابل نادي الزمالك، واحنا بنلعب في الدقيقه 38 ثانيه من زمن الشوط الاول، والتعادل بدون اهداف حتى الان، وضربه حره مباشره لنادي الزمالك. محمد ابراهيم، وبالبوكس محمود ابو السعود. هل النهارده النادي الاهلي يقول يا ريتني ما سبت ابو السعود، ولا يقول بركه يا جامع؟ هنشوف ابو السعود النهارده وفي مباراه ثقيله، وهو من الحراس المرمى كويسين، وتطلع الكوره، ومع مرور الدقائق الزمالك بيبدا يسيطر، ولكن واضح ان القناه بيحاول يعتمد على الكرات الطويله، والزمالك ضاغط في نص الملعب، وادي على طول يلم محمد ابراهيم، والبينيه الله انما جميله، الله 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 على اثنين، اللي شاط واللي صد. ابو سعود بيقول لي لا ده الاهلي هيندم عليا، ومحمد ابراهيم بيقول ايه الحظ الوحش ده، انما تمريره حلوه قوي محمد ابراهيم، لقاها محمد ابراهيم ولقاها ايضا محمود ابو سعود. ادي محمد ابراهيم والتمريره الجميله جدا بيصلحها لنفسه حازم، انما راحت قضاء وقدر لعبد الشافي اللي حطها ببطن رجله، حلوه قوي اللي طلعها ابو سعود، احلى من كده كويس قوي. يبقى فرصه للقناه للزمالك بعد 9 دقائق و45 47 ثانيه ينقذ ابو سعود فرصه هدف اكيد من عبد الشافي، بيلم مع مصطفى فتحي الكوره طولت منه، لا عبد الشافي حطها حلو قوي، انما التمريره الجميله كانت من محمد ابراهيم. لو محمد ابراهيم يلعب كل مبارياته انه يمرر ما يمشيش، تلاقيه صانع لعب هايل. تتلعب ضربه المرمى وتنزل في نص الملعب، و10 دقائق من بدايه الشوط الاول، استحواذ من نادي الزمالك ومحاولات استخلاص او دفاع من نادي القناة، وفرصة هدف يصدها ابو السعود من عبد الشافي.
رمي التماس مرة تانية لنادي القناة، هيلعبها وليد خضراوي الباك اليمين، يلعبها وليد على طول يطلعها عبد الشافي، ودخلة جامدة للعدلي، ياخد فاول العدلي اهو، محمد العدلي ما كانش قصده، مش شايفين بعض، وهيقوم محمد العدلي اهو مش واخد باله، الاثنين لعمر جابر ولا العدلي، عينه على الكورة، وصدام وصفارة من الصباحي، وحسبها فاول لنادي الزمالك، تروح الكرة هناك عند حازم، حازم لسه ما شافش مصطفى فتحي معاه، بيشوف عمر جابر بس عشان عمر يديله، ياخد عمر الكرة ويدخلها في نص الملعب عند محمود فتح الله، دفاع منطقة من نادي القناة، وبره الملعب اوت رمي التماس لنادي الزمالك من السيد محمود. السيد محمود ووليد خضراوي الاثنين جنب يمين بيصدم الجنب اليمين بتاع نادي الزمالك، وهناك بهاء مجدي ومحمد زيادي باك الجبهه الشمال اللي بتصد الجبهه اليمين بتاعت نادي الزمالك، وادي محمد ابراهيم، وادي العدلي، وادي على طول يطلعها عبد الله لدوجي، ياخدها مؤمن ويلم مؤمن، والزمالك تتلعب وحش قوي، تتخطف وتروح لمحمد علي، ترجع ورا هناك عند بهاء، وبهاء على طول الكرات هتبقى سهله قوي لنادي الزمالك. ليه؟ لان بتتلعب كرات طويله كلها لصالح دفاع الزمالك، مفيش بدايات هجمه للقناه زي ما كان الجيش بيعمل، وبالتالي اصبح هجمات نادي القناه هتبقى ضعيفه، ومحاولات الزمالك في الاختراق بدات تزيد، ومحاولات الدفاع لنادي القناه بتزيد ازيد، وناجح القناه بالتكتل الدفاعي حتى الان انه يرهق المحاولات الهجوميه لنادي القناه، لكن حذاري لنادي الزمالك من مثل هذه الهجمات والمساحات الفاضيه والاختراقات اللي على سهوه والكرات العرضيه، وتروح مره ثانيه كره عرضيه، بصهم 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 في اول كوره او في اول محاوله هجوم لنادي القناه، يصل الى مرمى عبد الواحد عن طريق غريب مودي او عن طريق مودي، تخبط كورته وتضعف، وكانت كوره مرفوعه من زيادي وتوصل لعبد الواحد من مودي، تتلعب الكره ناحيه اليمين عند مصطفى فتحي رئيسة كده والعرضية، وتطلع كرة ضربة ركنية، ضربة ركنية لنادي الزمالك، ولازال مصطفى فتحي وحازم إمام بيعزفوا عزف منفرد، وممكن يتوهوا في الزحمة اللبني اللي احنا شايفينها دي. تاني ضربة ركنية لنادي الزمالك في 13 دقيقة، والتعادل دون أهداف، واتنقل لها محمد ابراهيم، تتلعب الضربه الركنيه وتعدي، وبيتابعها احمد محسن ودوجي، ورمي التماس لنادي القناه، رمي التماس لنادي القناه، لسه المباراه لغايه دلوقتي ما فيش علامات كده، ما فيش كرات مكرره، الزمالك مستحوذ بفضل اداء وكشاشان نادي القناه، يعني نادي القناه كاشش وخايف، فالزمالك مستحوذ لكن ما بيخرجش. بص حضراتكم، ادي هجمه للزمالك، وادي انطلاقه في اول مساحه فاضيه لاول مره، على طول لجاء لعمر جابر، عمر جابر، وعلى طول عرضيه في ايد محمود ابو السعود، محمود ابو السعود على طول عند بهاء مجدي، هنشوف بيبداوا الهجمه ازاي، الراجل مستني حد يجيله او يلعبها لدوجي جامده، الضغط عليه ولعبها للعدلي، والعدلي يلعبها على طول ناحيه الشمال هناك عند مودي، ونفس اللعبه. اذا المدير الفني احمد سعيد مركز على حازم، وبيبدي هجماته هناك عن طريق بهاء ومودي في الجبهه الشمال، وبدا يعدي انما بدون خطوره الا مره واحده بس، وتنزل الكره لفهمي، يمشي فهمي وعاوز يرقص وياخد فاول وضربه حره مباشره لنادي الزمالك. بلوك دفاعي عامله نادي القناه من مودي وزيادي وبهاء مجدي على الجنب اليمين لنادي الزمالك، وادي على طول مؤمن زكريا يلعب لفتح الله، فتح الله لعبد الشافي، عبد الشافي لفتح الله لمؤمن، مؤمن هناك فاضيه ناحيه اليمين، انما يلعب لعمر،
يخش على طول العدلي وياخدها وتنزل وترجع عند بهاء مجدي وقصيرة تتخطف ويرفع على طول ولا مش هيرفع وتتلعب أرضية هيلف وسطه ولا مش هيلف ولف وسطه فعلا حلوة حلوة إنما رد فعل أبو السعود هايل في تاني فرصة حقيقية ومن كرة حلوة قوي لأحمد علي إمام واللي رفعها وعدت ولف وسطه أحمد علي ومحمود أبو السعود ينقذ فرصتين في ظرف 15 دقيقة ولا زال التعادل قائم بدون أهداف بتلك النتيجة بتلك الأداء كده أقول يعني الزمالك أقرب إلى 3 نقاط إلا إذا القناة نظم صفوفه الهجومية أو إلا إذا ياسر إبراهيم ومحمود فتح الله ما خدوش بالهم وناموا شوية ويبقى في اختراق لحظة تعسيلة كده ولا حاجة كان زي ما احنا بنشوف دايما. إنما النهاردة نقدر نقول 15-16 دقيقة الزمالك مستحوذ ومسيطر بفضل الأداء وطريقة لعب نادي القناة. اخترق الزمالك اخترق وأبو السعود شال كورتين في منتهى الخطورة. أما القناة كان ليه محاولة هجومية واحدة بس جات عن لمودي ولعبها وخبطت وراحت ضعيفة لعبد الواحد. أجابها لمين؟ للزمالك. دي معادة على فكرة الكرة اللي فاتت دي المخرج بيعيدها عشان يوري حلاوة أجابها لمين. أدي اللي لعبها على طول أحمد توفيق. أنا مش عارف أحمد توفيق راح هناك بيعمل إيه. المهم أدي الكرة بتاعت أحمد علي لو لف جامد. إنما برافو النهاردة محمود أبو السعود بيقول أنا هو فعلا في كورتين لو حاجة دخلت دي كانش يقدر يلام فيها. الجبهة اليمين لنادي الزمالك بتخترق أكتر من مرة رغم وقف التحصينات الفريق القناة. إنما بيمر فهمي بيمر حازم بيروح معهم كمان أحمد توفيق وبيحاولوا إن هم يعدوا من الحتة دي. بيحاول القناة إنه يصطاد الزمالك في الحتة دي. إنما لغاية دلوقتي حازم إمام وياسر إبراهيم مقفلين وبيروح معهم أحمد توفيق. يبقى أحمد توفيق راح هناك عشان خاطر يساعد حازم في إنه يغطي حازم ويبقى مع ياسر إبراهيم لأن ميدو لقى إن القناة بيحاول هجوميا من الناحية التانية هنا. هذه فتح الله والأمانية حلوة قوي قوي معرفش يوقفها وضرب الجزاء دخل ضربت في إيده ومحمد صباحي إيه بيتمطع وصفر وضرب الجزاء وحدش كلمني أنا اللي هقول وميدو بقى قام وبص هنشوفها تتلعب الكرة وهنشوف إيه هنشوف إيه دخلت في إيد عبد الله وصدره هنشوف في صدره ولا إيده تاني مرة هنشوف في صدره ولا إيده إحقاقا للحق يا جماعة في صدره إنما هو كان ظهره ليه فشاف كده فصفر ملناش دعوة يبقى ضرب الجزاء في الدقيقة 18 والراجل دغدغ سنانه على اللبانة هيطلع من هدومه ومحمود أبو السعود وجها لوجه المين مين اللي هيكون بيلعب اللي هيشوطها محمد إبراهيم محمد إبراهيم وضرب الجزاء لنادي الزمالك وضرب الجزاء وحلوة حلوة بيلعبها هادي قوي محمد إبراهيم يلعبها ويتقدم الزمالك بهدف في الدقيقة 19 من زمن الشوط الأول محمد إبراهيم من ضرب الجزاء في الدقيقة 19 يتقدم الزمالك بهدف أحرزه محمد إبراهيم زي ما انتم شايفين كده بيلعبها بثقة زيادة جدا كل مرة بضربات الجزاء بيلعبها عارف هو بيعملها ازاي. رابع هدف تقريبا من 4 ضربات جزاء لمحمد إبراهيم واحد القناة واحد الزمالك لا شيء القناة. المباراة تقول زي ما قلت من شوية من البداية ومرور 20 دقيقة ان الزمالك قريب جدا بهذا الأداء ل3 نقاط لا مقاومة هجومية ولا مقاومة دفاعية. الزمالك نازل هذا اللقاء بعد نتيجة اتحاد الشرطة وبعد خسارة بتروجيت وبعد خسارة الإسماعيلي عنده الحافز انه يصعد الى النقطة 28 يركب بها نادي الإسماعيلي او يتخطى بها نادي الإسماعيلي ويبقى تحت اتحاد الشرطة بنقطة وتحت بتروجيت 33 نقطة في انتظار المباراة المؤجلة مع الإسماعيلي. فبالتالي أي نقاط هتروح من هنا هتبقى مفيش بالنسبة له أي مربع ذهبي. فبالتالي القناة بيلعب زي ما هو كده الراجل باني خطته على عدم الاختراق. طب اقعد بقى عشان ما تخترقش فبالتالي هتخترق وهتضيع منك 3 نقاط إلا إذا المدير الفني أحمد سعيد إنه عدل بسرعة من طريقة أدائه الدفاعية وطريقة الاختراق من جنب واحد بس اللي أراح بيه الزمالك وبالتالي الزمالك تقدم بعد 19 دقيقة من ضرب الجزاء وشال محمود أبو السعود كورتين في منتهى الخطورة واحدة لعبد الشافي
وواحدة لأحمد علي، والزمالك مستحوذ بنسبة مثلا 80% من هذا من تلك من 20 دقيقة اللي اتلعبت. المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، وفاول وضربة حرة مباشرة لنادي الزمالك وإنذار لبهاء مجدي. أول إنذار في المباراة للباك الشمال بهاء مجدي، وضربة حرة مباشرة لنادي الزمالك جابها حلوة حازم إمام مصطفى فتحي، وبيضم أحمد توفيق كعامل مساعد دفاعي، نجح إن هما يخترقوا وجابوا فاولات، وأدي إنذار وضربة حرة مباشرة لنادي الزمالك. تتلعب وحشة واطية، تطلع الكرة تنزل في نص الملعب لتوفيق، توفيق تروح للكرة مرة تانية، ثلاث أربع نقلات في الركن الهادي الجميل واختراق، إنما يطلعها بهاء وتنزل مرة تانية وتروح هاتو خد لفهمي، تنزل وفيش أوفسايد وعرضية ومفيش راس حربة. أنا لو قاعد من أحمد علي في الماتش ده وماتشات قبل كده ما اطلعش بالحتة دي، ما اطلعش في كرات عرضية بالزوفة بالزوفة، عنده جناحين بيخلصوا، عنده حازم وفتحي ومن ناحية تانية إبراهيم وعبد الشافي، بتطلع ومع بال تجيلك الكرة بتتأخر. فاول وادي بهاء مجدي اهو الباك الشمال اللي عليه كل الشغل، الراجل كلكم عليا ولا ايه الصراحه؟ وراجل رغم ان محمد زيادي معاه ورغم ان راح معاه مودي، انما الاختراقات مستمره عن طريق حازم ومصطفى فتحي، وضربه حره مباشره لنادي الزمالك، ومحمد ابراهيم مستنيها بظهره احمد علي، هنشوف هتترفع ولا هتشاط، وحط من هنا صلاح امين، بس الكرة كانت من الحركة حتى هدف في محمد صبحي. حلوة ضربة مرمى لنادي القناة، ثلاث أهداف لنادي الجيش اللي شاطها محمود فتح الله، هيجيبها كده مستر ريكاردو ويقول لي اقعد مستر محمد صبحي، تعال شوف الثلاث أهداف دخلوا ازاي. و ادي ضربة الجزاء الهدف الأول اللي أحرزه نادي الزمالك بعد 19 دقيقة، وادي مستشار جلال بيتاول على طول، احمد جلال ده واخد على انه ينام العصر، والماتشات دلوقتي بدات، فبالتالي الكل مسترخي، والمباراه حتى الان متجهه الى الابيض حتى الان، واحنا في الدقيقه 23. الا اذا واحد يقول لي الا اذا ايه؟ الا اذا ان الكابتن احمد سعيد المدير الفني يبدا يغير من تخيله للمباراه اللي هو عملها، انه يعمل بلوك دفاعي يقابل بيه الجبهه اليمين بتاعه الزمالك ما يمنعها، ولو منع جبهة يبقى يعني خير وبركة، عمل بلوك في العمق عشان يمنع خير وبركة، إنما ما منعش لا يمين ولا شمال ولا عمق حتى الآن، وأعطى للزمالك الفرصة إن هو يستحوذ بنسبة كبيرة جدا في هذا اللقاء، اللي من سوء حظه أن الزمالك بيلعب هذا اللقاء لقاء مصيري عشان المربع الذهبي. أبو السعود يطلع ويمسك الكرة وعلى طول أمامي ياسر ابراهيم بدماغه، تنزل في نص الملعب على طول عند محمد ابراهيم، يريحها لعبد الشافي، عبد الشافي ضرب لخمه وقدام احمد محسن، وعلى طول تروح لعبد الواحد يطلعها على طول وداخل على سيد محمود بدماغه، معرفش الهجمه في خط ضهر بيتلخبط كده من محاوله هجوم بيتلخبط. عبد الشافي اماميه وتصليحه بالصدر حلوه قوي من احمد علي، ومحاولة هجومية من الطرف الشمال عن طريق محمد إبراهيم، محمد إبراهيم، محمد إبراهيم، محمد إبراهيم، وضربة مرمى لنادي القناة. ده مصفر إيه الراجل؟ هنشوف مصفر إيه؟ ضربة جزاء، نشوف بس إيه الحكاية؟ هنشوف نشوفها مع بعض تاني مرة. مصفر محمد الصباحي ضربة جزاء. في مثل بيقول الضرب في الماية حرام، الناس قناة قاعدة ويعني كافي خيرها شرها، والزمالك متفوق والشكل العام يعني الليلة ليلته، إنما محمد الصباحي عمل ضرب الجزاء بس نشوفه عشان ما نظلموش. أدي محمد إبراهيم ماشي ماشي محمد إبراهيم، وحط رجله الراجل رقم 3 السيد محمود أهو، هنشوفها مرة تانية، وحطها هي فيها شيء من إيه يعني، حط ركبته مع محمد إبراهيم
الضرب في ميه حرام وضربه جزاء لنادي الزمالك في الدقيقه 25 من زمن الشوط الثاني، ضربه جزاء لنادي الزمالك. ومحمد ابراهيم ايضا، محمد ابراهيم هلاعب الخمس اهداف من ضربات جزاء. يا سلام، اوه في القايم، في العرض، في العرض، في العرض، عشان هو اتفلسف حطها حلو الصراحه، انما اتمطع فيها زياده عن اللزوم. والكره دي بقى هتحيي نادي القناه، هتحيي نادي القناه في ان بالغل وان هو هيبدا يهاجم ما عندوش حاجه الا كده، وتضيع ضربه جزاء في الدقيقه 25 من زمن الشوط الاول على يد محمد ابراهيم، ولعبه حلوه، انما القائم يصد الكوره في الدقيقه 25. هل في تغيير؟ اللاينز مان رافع، هنشوف هل في تغيير ولا لا، وضربه حره غير مباشره، هنشوف ايه الحكايه بالظبط. اهو اول تغيير، هيطلع رقم 17 محمد الزيادي، وهنشوف مين اللي اهو هيبدا بقى يغير من الريتم بتاعه. قال لك بعد هدف وربنا ستر في الهدف الثاني هينزل رقم، اهو على طول تبدا تلعب كوره بصحيح، رقم 9 محمد سعيد، حد العب باثنين راس حربه والعب كوره بصحيح، انما انا اقعد اعمل دفاع. هنشوف محمد سعيد ابن مدرب احمد سعيد، يعني لعيب كويس على فكره، مش عشان ابن مدرب هو لعيب، ويا عيني عشان ابوه في مدرب فبيقعدوا احتياطي. المهم محمد سعيد نزل مكان محمد زيادي بعد الفشل في وقف نادي الزمالك بناحية دفاعية بحتة، وهدف من ضرب جزاء، والعارضة تصد هدف آخر من ضرب جزاء. يصحى أحمد سعيد المدير الفني ويبدأ يغير أداؤه أو فكره إلى أداء هجومي بعد 25 دقيقة، وينزل محمد سعيد بدل محمد زيادي عشان يلعب جنب دوجي. ضربة ركنية لنادي القناة تتلعب على طول، عكسية هناك يطلعها فتح الله، تنزل وترد مرة تانية تتخطف، وياخدها محمد إبراهيم اللي عامل ماتش كويس قوي وبيجري وراه أحمد محسن، إنما العدلي يخش، العدلي اسمه كده، اسمه محمد عدل، هو عامل إيه، وتنزل الكورة وتروح للسيد محمود وتنزل مرة تانية في نص الملعب. القناة تخلى عن التكتل الدفاعي، وزي ما يكون نقطة انطلاقته الهجومية بعد ضربة الجزاء اللي ضاعت وجت في العارضة، ولازال الزمالك بعد 28 دقيقة متقدم بهدف من ضربة جزاء لمحمد إبراهيم في الدقيقة 39، وأضاع محمد إبراهيم ضربة أخرى في الدقيقة 5 19 أحرز هدف التقدم من ضربة جزاء، والدقيقة 25 أضاع ضربة جزاء، وادي على طول حازم عاوز يعمل تخض، إنما مين اللي هيشوط من هنا؟ ما شاطش لم محمد إبراهيم، وبدأ محمد إبراهيم بعد ما كان بيمرر من بعيد بدأ يخش في الزحمة عشان يجيب أهداف، فشكل الزمالك هيتغير إلى الأسوأ رغم الاستحواذ. الزمالك بدأ بتمريرات هنا وتمريرات هنا، ومحمد إبراهيم عنده مساحة بيمرر ورجليه حلوة في التمرير، بعد كده بدأ كل واحد يخش في العمق في الزحمة، وبدأت هجماتهم تتكسر على دفاع القناة. تتلعب الكرة أمامية، يقطع عبد الإله وتنزل في نص الملعب على طول عند محمد علي، تتلعب الكرة بقوا اتنين راس حربة اهو، وبينهم راس حربة محمد سعيد مرمي ولا حازم إمام ومصطفى فتحي، ومعدي الراجل وفاولات بالزوفة في الجبهة اليمين، والزيادي عند مادي عنده انذار ورايح له، هنشوف مين اللي عمل الفاول دهوت، يعني هنشوف اهو بيقول له مش انا، وهنشوف ايه بيقول له خلي بالك انا عندي انذار اهو، الراجل داخل وفح، يعني انذار جامد، يعني فاول جامد قوي، يعني عامله تقريبا محمد علي، وضربه حره مباشره لنادي الزمالك. داخلين على الدقيقه 30 من زمن الشوط الاول، والزمالك واحد والقناه لا شيء، ووصلت هدف، هدف جميل جميل جميل، محمود فتح الله يحط هدف جميل جميل جميل، محمود فتح الله يحط هدف في الدقيقه 30 من ضربه حره مباشره، وفي غفله من دفاع نادي القناه عبد الاله والسيد محمود واحمد محسن، العمق الدفاعي اللي مكتله المدير الفني عشان يتقدم الزمالك بهدف جميل متابعه محمود فتح الله. بص حضراتكم خطا خاطئ من دفاع القناه، 2-0 والزمالك يقترب من النقطة 28، واحد يقول لي اقعد ساكت ده احنا لسه في الدقيقة 30 من زمن الشوط الأول، أقول له لأ
الجواب بيبان من عنوانه، القناة نزل عشان نقطة نقطة فتح، فهيبقى ايه الثلاث نقاط ولا ايه؟ ده اللي هنشوف. مع احترامي لنادي القناة، فقط توازنه الدفاعي وتوازنه الهجومي، وهدفين لنادي الزمالك، ضرب الجزاء لمحمد ابراهيم في دقيقة 19، اضاع ضربة اخرى في دقيقة 25، ثم احرز فتح الله الهدف الثاني في دقيقة 30. نسبة استحواذ اكثر من 80% في النص ساعة اللي اتلعبت لنادي الزمالك، ولسه نادي القناة مش قادر يفوق، مش قادر الزمالك مش عاطيله فرصة انه يفوق ويبدأ يعني يعمل اي حاجة هجومية حتى الان. مؤمن يعدي، انتشار الزمالك في الملعب كويس، مساعده زي ما قلت لحضراتكم القناة اللي مترصصين في نص ملعبهم، وضربة حرة مباشرة تتلعب على طول تتنقل هناك عند بهاء مجدي تتخطف. لو الزمالك لعب كرة سريعة وهاته خد في الزحمة دي وعنده الامكانيات دي ممكن يزود في الاهداف. ادي كرة يقطع على طول عبد الله ويمشي بيها عبد الله، وهجمه للقناه، مفيش ضغط في نص ملعب. شوفوا حضراتكم اهو بدا الزمالك يضغط، وتروح كرة لمحمد العدلي يرجعها لمحمود ابو السعود. ابو السعود على طول اماميه هناك، يخش حازم امام بدماغه وتعلى وتنزل عند بهاء، ومعاه الله يكون في عونه النهارده معاه اثنين ثلاثه. واحد يقول لي ايه اللي جاب احمد توفيق هناك؟ دي تعليمات من ميدو، روح يا عم هناك عشان القناة بتحاول تهاجم، عم حازم وعم مصطفى فتحي انت تدافع الحتة لما يخترقهم. وفعلا بس نص الملعب فدي، يعني بروح احمد توفيق راح هناك نص ملعب فدي بتاع الزمالك، تتلعب الكورة والعرضية وعلى طول محمود فتح الله بدماغه تتخطف، واي تمرير ادي مؤمن وجنبه عبد الشافي يلعب على طول لعبد الشافي، وعبد الشافي ليه محمد ابراهيم عنده المهاره انه يعدي، عنده المهاره انه يعدي ويعدي، وبس فين احمد علي ما بي والله احمد علي بدل ما يشوط في الجون يعني عملها بالعرض، تتنقل الكوره وياخدها نادي القناه، وعلى طول مودي يلم تتخطف بفاول وضربه حره مباشره لنادي القناه. فتح الله وبره الملعب قوي. رمي التماس لنادي القناة، ورمي التماس مرة تانية لنادي القناة، يلعبها وليد خضراوي يطلعها عبد الشافي. بدأ القناة نشوفه في نص الملعب، بص بقى وتتلعب الكورة على طول أمامية هناك عند سعيد، يديها لدوجي يلم دوجي. أول مرة في 33 دقيقة نلاقي أداء هجومي بأكتر من 3 4 5 من القناة، عشان كده وصلوا لمرمى عبد الواحد. القناة يتخلى عن حذره الدفاعي ابتداء من الدقيقة 32، وبعد ما غير محمد سعيد بمحمد الزيادي، ولكن الزمالك بقى كعهده بدأ يبطئ الكورة. بص حضراتكم وبقى فرقة بتقول لك تعالى وخش عليا وانت معاك هدفين، بدأ الزمالك يبطئ الكورة وبدأ يدي الفرصة للقناة انه يلتقط انفاسه ويبدلوا الهجمات. وهنشوف ميدو هل هيقوم على الخط يقول لهم العبوا بلاش ماشي بالكوره، العبوا اداء جماعي. لو عملت مقارنه ما بين ربع ساعه الاولاني لنادي الزمالك هنلاقي كوره ماشيه وهاتوا خد واختراقات رغم التكتل الدفاعي. بعد الزمالك ما جاب هدفه الثاني بدانا نشوف اللي حضراتكم شايفينه، اكن المباراه ناقصها خمس دقائق، وهيخلي القناه ان هو يبدا يستعيد نفسه ويتجرأ عليه والمباراه تروح مع اقربها، وانت في ايدك كل الحلول وكل الامور. ولكن هنشوف، ادي كوره لياسر ابراهيم طباع لعب غريبه جدا وتنزل تروح لاحمد توفيق، يلم توفيق وراخر بيمشي بالكره ساعه اهو هتتقطع، وفقد الزمالك رونق السيطره بالتمرير، وبدا القناه يهاجم الزمالك بعد لما الزمالك فقد الاداء الجماعي والتمرير المباشر. وادي على طول احمد محسن تروح الكره هناك عند عبد الله، تنزل الكره في نص الملعب. القناة نظم صفوفه وبدأنا نلاقيه في نص ملعب الزمالك بخطوطه الثلاثة، وتنزل الكرة عند بهاء مجدي الباك الشمال بيقول لهم أنا من نفسي أنتوا بتهاجموني أنا هاجمكم كمان، يرجع بهاء ويصلحها على حدود المنطقة تتخطف، ياخدها على طول نادي الزمالك وتروح عند حازم إمام. بصوا بقى مش في الكرة حكاية إنك تمشي بالمنظر ده، على طول أمامية
اماميه عند احمد علي، انما تتقطع وهجمه لنادي الزمالك والسرعه تتخطف الكره وتروح لمحمود ابو السعود، يلعب كره اماميه تنزل لفتح الله بصدره لعبد الشافي، يلم عبد الشافي ويلعبها لمحمد ابراهيم، بقاله فتره ما مررش محمد، هو اللي عاوز يمر وهو بيمرش، يبقى الزمالك كده فقد الديناميكيه بتاعته اللي كان بادي بيها، كل واحد بيمشي بالكوره نص ساعه، الكلام ده حصل بعد الهدفين، وادي على طول مؤمن وكره في العمق تروح الكره لمحمود ابو السعود. 36 دقيقه من زمن الشوط الاول، ولا زال الزمالك متقدم بهدفين لا شيء لنادي القناه، احرز الهدفين محمد ابراهيم من ضربه جزاء في الدقيقه 19، ومحمود فتح الله من ضربه راس من ضربه حره مباشره في الدقيقه 30. محمد سهل هنا سهل، واحد يقول لي الزمالك ليه فقد رونقه في الاستحواذ والتمرير اقول له عشان محمد ابراهيم بدا يلعب لوحده، والماكينات حازم امام ومصطفى فتحي بدات تعطل، وبدا في الزمالك بالتالي ما فيش سيطره زي ما احنا شايفين، بل القناه بدانا نشوفه في نص ملعب نادي القناه نادي الزمالك. السيد محمود والكره الاماميه ورايا وصفاره وضربه حره غير مباشره على دوجي اللي ماسك في روضه القناه في الشوط الاول هاني عبد الفتاح، واللي ماسك في روضه الزمالك في الشوط الاول احمد توفيق. لغايه دلوقتي ما لم يختبر عبد الواحد السيد، ولكن محمود ابو السعود اختبر، صحيح دخل في مرماه هدفين، واحده ضربه جزاء واحده ضربه راس، ولكن صد كورتين من عبد الشافي ومن احمد علي في منتهى الخطوره. مؤمن زكريا وهاتوا خد بكعب تتخطف تطلع الكوره على طول اماميه، والزمالك فقد المبادره وطمع القناه فيه، وبقاله كده ربع ساعه في انعدام وزن رغم الكره معاه، وادي حازم امام يلم حازم ويمشي في الزحمه، وبعد ما يتزنق يديها لفتحي، وفتحي يمشي ويلم وتروح الكره في نص الملعب على طول، حته شراب تتقطع وتنزل وياخدوها مره ثانيه الزمالك، تروح لحازم لو شال على طول تبقى فيها خطوره، انما عاوز يعدي اثنين مستنيين وثلاثه كمان ويلعبها فوق بره وتمشي وتطلع بره الملعب ضربه مرمى. الزمالك عاوز قوامه من ميدو عشان يلعب زي بدايه اول ربع ساعه، وادي ضربه الجزاء اللي العارضه شالتها من محمد ابراهيم، ولكن كان في ضربه جزاء اخرى محمد ابراهيم حطها في الدقيقه 19. تتلعب الكوره وتنزل وترجع على طول لعبد الواحد السيد، يلمها عبد الواحد وتنزل لتوفيق في نص الملعب، فهمي مصطفى فهمي مخرم وداخل وداخل عاوز يسند على واحد، طبعا خلاص الاداء الفردي طغى على نادي الزمالك بقاله 10 دقايق، الاداء الفردي اصبح بالنسبه لنادي القناه فرصه عشان يتنفس ويقف على رجليه بعد ما كان مضغوط بالاداء الجماعي، وتتلعب الكوره وتروح احمد محسن يلعبها بالعرض عند محمد العدلي لعبد الله لبهاء مجدي، بهاء مجدي يلم ويكسر للداخل وتروح على طول وماشي ينزلها لمحمد العدلي، بدا القناه اداؤه يتصلح جماعيا، وتروح الكوره للسيد محمود يلم سيد ويمشي انما تطول منه، هنا لو في هجمه سريعه ممكن الزمالك يخرم ويخش ويروح وتروح الكوره ومحمد ادي الكوره سرعه وتمرير وتخريمه من محمد، انما خد الكوره من تحت لفوق وضربه مرمى لنادي القناه في تمريره سريعه وبدون فزلكه وفرصه تضيع من نادي القناه في الدقيقه 39 من زمن الشوط الاول. ادي الهدف اللي جابه محمود فتح الله الهدف الثاني، وادي ميدو قايم، وادي العارضه اللي صدت ضربه جزاء، وادي الابتسامه اللي على وجه الصحافه واعضاء مجلس اداره نادي الزمالك، وادي احمد سعيد المدير الفني اللي كان في الصوره، وادي كوره هتترفع لنادي القناه من الجبهه الشمال عن طريق بهاء تنزل على حدود المنطقه تتخطف. لو الزمالك لعب كره سريعه بدل المشي بالكره ده ممكن جدا
في الخمس دقايق اللي جايه يحط اهداف، لان مساحات بعدت والكرات العرضيه في منتهى الخطوره، وتتلعب الكره عرضيه هناك تعدي وعلى طول محمد. حلوه 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 حلوه، مؤمن زكريا يحط كره، كره سريعه الزمالك اتذكرها بقاله خمس دقايق. اما ربع ساعه اللي قبل كده كانت كره فزلكه كل واحد بيمشي بيها، وادي الكره كتف كده يعني قانوني من احمد علي، كره تخبط في كتفه اتصلحت لمؤمن وحطها حلوه قوي، وضربه مرمى للقناه تتلعب. 40 دقيقه من زمن الشوط الاول والزمالك متقدم بهدفين لمحمد ابراهيم ومحمود فتح الله، والقناه بيتحسن اداء الهجومي مع مرور الوقت ولكن بلا خطوره. الزمالك قابض على المباراه حتى الان، ولو الزمالك لعب كره سريعه ومرر ممكن جدا. بصم لان احمد توفيق مرر بعد لما فكر 50 مره سيادته ورمي التماس، خبطت الكوره في رجل واحد من القناه وتطلع بره ملعبه. عبد الشافي ورمي التماس، محمود فتح الله، عبد الواحد السيد، بره الملعب. امبارح كان في قعده جميله مع السيد المشير، مع كوكبه من الرياضيين، قعده يعني تنم فعلا انك انت قاعد مع رئيس قادم، وتكلمنا في كل الامور رغم ما كانش في جدول اعمال ولا اي حاجه، بس اللي خطف الاضواء يعني الاستاذ فتحي سند اللي يعني كنت جنبه بنشوف الاول احمد علي، واثنين على اثنين اثنين على اثنين، وتروح الكوره من احمد علي يعني شكلها وحش قوي، تتلعب الكوره وتنزل وترجع ورا عند بهاء، تنزل الكوره في نص الملعب والنور ولع عندي، يبقى هيئه محللين سي بي سي 2 كابتن حسن السكاوي وكابتن ايمن يونس جايين بصحبه الكابتن احمد شوبير، وهجمه واحمد علي بيطمع في الكوره زاد على اللزوم، وادي هجمه ممكن تروح، انما خلاص ادي كوره عند حازم وضربه ركنيه، ضربه ركنيه. الراجل ده اتهرى يا عيني بهاء مجدي النهارده، شايل شيله كبيره جدا. بقول لحضراتكم استاذ فتحي سند الناقد الرياضي يعني قال لي انا هقول لسياده المشير هو بيسلم علينا، هقول له على موضوع كابتن شوبير والسيادة مستشار، انا بحبهم هما الاثنين، وخساره يبقى الموقف المنظر ده. قلت له يا خلي، قلت له ما عندكش شجاعه تقول، قال لا. الراجل قال وفعلا سياده المشير تبناها بذكاء جميل جميل، ما اعلنش عنها في القعده الا يعني جمله كده، ثم نجح ان هو يعني يحط النقط على الحروف وتبقى لقطه جميله تنهي بيها الاجتماع الجميل. عقبال كده ما السيادة المشير يصلح مصر كلها، مصر عاوزه مصالحه. واحد هيقول لي هتصالح على الاخوان، يا عم انا بقول عاوزه مصالحه، اسلم عليك وتسلم عليا، واللي ما عملش دم اهلا وسهلا، واللي عمل دم لا، يبقى كده ما هو احنا مجتمع لازم. وبعدين تطلع الكوره وتروح على طول وتنزل وتتقطع، وهجمه للقناه، وبنلعب في الدقيقه 44 تقريبا من زمن الشوط الاول. هنشوف محمد صباحي هيعلن عن كام دقيقه وقت بدل ضائع. الزمالك 2 والقناه لا شيء، القناه لم يشكل اي خطوره، الزمالك المستحوذ، الزمالك اللي معاه الكوره، الزمالك المتقدم، واعتقد الجبهه اليمين عملت كل حاجه حتى الان، ولكن الزمالك بيتفزلك، والفزلكه في كره القدم ما تجيش الا اخر خمس دقايق لما تكون كسبان. تنزل الكوره لعبد الشافي ونقله حلوه قوي، شفت الكوره لما تبقى جماعيه حلوه قوي ازاي، وادي مؤمن وتنزل، شفت الكوره لما تبقى حلوه ازاي، انما تتخطف الكوره هنا لازم المهاره تشتغل، هنا ترقص وتروح طالما لازم انت مهارتك تحطها في الحته دي. امال الفرق بين مارادونا وحد تاني ايه، وميسي وحد تاني ايه؟ المهاره اللي في الحته دي. تتلعب الكوره وياخدها توفيق وماشي وبيتمطع وبيهدوا اللعب، على طول تروح لمصطفى فهمي، موقفين الحته دي هناك، وصعبان عليا الباك الشمال مجدي، ومحمد زيادي كان بيساعده شده ونزل محمد سعيد، فالراجل صامد لغايه دلوقتي بهاء مجدي معاهم، وعمل سبرنتات كتيره جدا جدا حتى الان، ورمي التماس لنادي القناه. كم دقيقه وقت بدل ضائع؟ دقيقه واحده بيعلن عنها محمد عبد الحافظ هناك، ماجد غراب المراسل الملعب عندنا هناك، ومدير اداره الانتاج ابراهيم علي، ومحمد عطيه مدير انتاج، وادي هجمه للقناه وضربه مرمى او ضربه ركنيه لنادي القناه. النهارده عصام عصام اجازه، ومحمد فهمي موجود ومعاه محمد وجيه، ورئيس تحرير وليد عبد السلام،
ومعدين بدوي ومحمد حامد ومايكل مجدي وبدوي سعد ووليد قاسم. والضربة الركنية يلعبها بهاء وعلى طول يعلى مؤمن بدماغه ومحاولة من القناة وما فيهاش اوفسايد وعلى طول عكسية ما فيش هنا ضغط وبا. وأول محاولة هجومية لنادي القناة عن طريق محمد العدلي يشوت الكرة وتبقى ضربة مرمى لنادي الزمالك. النهاردة بدوي سعد ومحمد حامد ومايكل ووليد قاسم معدين وهويدة النجار مساعدة محمد عظيمة الجميل ومدير تشغيل محمد العشري. ودقيقة واحدة وقت بدل ضائع وهنشوف محمد صباحي هيصفر امتى ويبص في ساعته وصفر فعلا محمد صباحي بانتهاء الشوط الاول بتقدم الزمالك بهدفين لمحمد ابراهيم ومحمود فتح الله في الدقيقه 19 والدقيقه 30 من زمن هذا الشوط. اعزائي مشاهدي قناه سي بي سي 2 كان معكم معلق رياضي محمود مكر واترككم للاستوديو التحليلي بقياده الكابتن احمد شوبير وهيئه محللي سي بي سي 2 الناقد الرياضي حسن المسكاوي والكابتن ايمن يونس. فالى هنا. مرة أخرى أعزائي مشاهدي قناة سي بي سي 2 ومعكم علواء معلق رياضي محمود بكر وأحداث الشوط الثاني من لقاء نادي الزمالك 25 نقطة مع نادي القناة 21 نقطة. انتهى الشوط الأول بتقدم الزمالك بهدفين لمحمد إبراهيم في الدقيقة 19 من ضربة جزاء ومحمود فتح الله في الدقيقة 30 من ضربة رأس. هنشوف بقى المدير الفني الكابتن احمد سعيد هيصلح من اوضاعه الهجوميه ايه. هنشوف الكابتن ميدو يعني هينبه بايه على نقط الضعف اللي في الشوط الاول. النقط واحد يقول لي نقط ضعف ايه يا عم، اقول له ايوه نقط الضعف ان بعد لما الزمالك جاب هدفين وسيطر على المباراه بدا يبقى الاداء على الكيف ويبقى فيه بطء في التمرير وفقد الزمالك اداء مستو في التمرير السريع والانتشار والسرعه في الاداء. هنشوف الزمالك والقناه في الشوط الثاني والزمالك متقدم بهدفين للا شيء. هنشوف القناه في الشوط الثاني عاوز يعدي من الاوضاع الهجوميه. وادي عبد الشافي بيلعب مباراه كويسه النهارده على فكره وبيعدي وسريع عكس مباراه قبل كده كان بيلعب على الواقف. وادي تصويبه من احمد توفيق وضربه مرمى لنادي القناه. ضربه ادي محمد صبري واسامه نبيه. يا ترى يعني المنتخب عند شوقي فيه مشكله في مراكز كتيره جدا. يا ترى كابتن شوقي غريب انت وجهازك الفني صبري ونبيه هتشوفوا هتتنقوا عمق دفاعي منين من الانديه. يعني انت في حيره كبيره جدا عندك يعني ثغرات كبيره جدا قاعد انت نجوم كتيره اعتزلت فبالتالي عندك يعني هم كبير جدا في كثير من المراكز. عاوز لعيب دولي لسه هتعمل لعيب دولي. هنشوف الله يكون في عونك شوقي غريب وعلاء نبيل ومحمد صبري وسامة نبيه ودكتور طارق سليمان ودكتور إبراشي وحسين حمزة وكابتن سمير عدلي ومدير الكرة أحمد حسن. الله يكون في عونهم خصوصا بعد القرعة بتاعة النهاردة تونس ومصر وسنغال وفريق التصنيف الرابع اللي هيضمه. ولكن انت بتاخد في تصفيات المؤهلة كاس أمم أفريقية انت بتطلع الأول والتاني مع تونس تطلع انت إن شاء الله. نشوف ماتشنا مع بعض وضربة حرة مباشرة لنادي القناة و2-0 للزمالك وتترفع حلوة قوي 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 وأحلى من عبد الشافي بغطي صح قوي وكانت رايحة هنا السرعة وهنا التمرير وهنا عبد ماشي مش هلاقي الكرة طبعا ومتشاورش عمر لأنك أنت رايح ما أنتش عارف هتعمل إيه وتضرب الكرة في إيده إنما بغاز من عنه وتصلح الله الله. إنما يعني هي الصراحة تبدأ من الأول هدف إنما التوفيق وعدم التوفيق في الكرة اللي فاتت دي. يعني الكرة اتلعبت حلوة قوي ناخدها من أولها ويعني فهمي جاب الجون الثالث اتلعب. بص حضراتكم الأول اتلعب بص بقى التمرير السريع تمشي الكورة وادي تمشي الكورة وأحمد علي الله اتحرك دي كورة حلوة قوي وتتلعب وترد وترش في الكورة وتبقى هدف قضاء وقدر. ادي أحمد علي وادي فهمي فهمي يلعبها تخبط وترد ويبقى هدف تاني إنما هنحسبه هدف ثالث لمصطفى فهمي.
مصطفى فتحي. مصطفى فتحي وهدف ثالث لنادي الزمالك بعد 4 دقائق من الشوط الثاني. يتقدم الزمالك بثلاث اهداف، وادي كرة ترد انما تخبط في السنتر هاف بنيران صديقة، تخبط في السيد محمود، سيب الهدف لمصطفى فتحي. زي ما هما بيقولوا دايما ان الهدف لاخر واحد لمس الكرة بالمهاجمين، انما هي جاية من نيران صديقة. وثلاث اهداف اللي كان بقى بيعمل كوباية شاي وجاي مخطر وجاي سعيد النهاردة باداء نادي الزمالك، بقول له حط الكوباية السخنة قوي لان في هدف ثالث، ويبقى كده الزمالك على اعتاب الثلاث نقاط ان لم يكن يحصل تغير. واحد يقول لي التغير ايه يا عم، انت مش في الكرة ولا ايه؟ اقول له الكرة فيها كل حاجة، بس مش يعني القناة مع احترامي ليه ما يقدرش النهاردة يأثر التأثير في هذا اللقاء. واقع فتح الله على الارض وان شاء الله يقوم سليم. وثلاث اهداف، ادي فتح الله وادي كرة ومعاه محمد سعيد اهو، وعلى طول وفاول مش قصده طبعا، ده غريب مودي ومش قصده، هيقوم ان شاء الله محمود فتح الله. امبارح سيادة المشير كان بيتكلم على الالتراس، والراجل مقتنع جدا ان حوالي 40-45% من 90 مليون من شباب حبة تحت 20 سنة وحبة لغاية 40 سنة، وقاعد يحسبوا لنا بالملايين. وقال ان قطاع الالتراس ده ما هو الا قطاع من مجتمع، وقال ان هم اولاد مثقفين واولاد يحتاجوا الى انك تتحاور معاهم، بس بشرط انك تنتشل منهم الناس المندسة. فانا بقول للالتراس فرصة كبيرة جدا، مش عن ضعف احنا بنتكلم، انما عن اقتناع ان انتم مستقبل الوطن في الفترة القادمة، مش في كرة القدم، لا مستقبل القدم دي، كرة القدم دي احد الركائز اللي بتتعلموا منها الحوارات، وتتعلموا منها ازاي تبقوا في مجتمع. اتمنى من الالتراس انه ياخد الموضوع مش انه اقوى، انما ولا ان اللي بيحاولوا اضعف، لا ان الناس خايفة عليه، ومن حق المجتمع انه يعلمه ازاي يعبر عن نفسه. فبالتالي لازم ان هو يمد ايده للمجتمع اللي المجتمع بيد ايده، وإلا هتبقى مشكلة عكسية، الشرطة هتبقى في الملاعب، الشرطة هتبقى جوه وبره الملاعب، الشرطة لازم نعظمها ولازم نبقى احنا معاها، ما نعملش ما نقلبش ابدا المواقف مهما كانت الامور. والاستعفاء في كثير الشيء ذات عن حده انقلب لضده، واحنا مش عاوزين الامور. رئيس الدولة القادم ان شاء الله يمد ايده هو والرياضيين والمجتمع كله. هل من عقلاء؟ فيهم كلهم عقلاء ان شاء الله. تتلعب الكورة وثلاث اهداف في مرمى نادي القناة، في هدف جه بعد 4 دقائق جميل من كرة ملعوبة حلوة من احمد علي لمصطفى فتحي، انفرد ولعبها ابو سعود طلعها وهي بترد خبطت في السيد محمود ودخلت، ويبقى الهدف الثالث اللي اقدر اقول انه نهى على امال القناة، لان القناة مش يعني بلغة الكرة مش حمل الزمالك النهاردة. 3-0 لصالح نادي الزمالك. والقناة دلوقتي في تغيير ولا ايه؟ هنشوف شكل الملعب واقف كده اهو، طلع يا سلام، هقول لكم التغيير ده، طلع ياسر ابراهيم ونزل صلاح سليمان. صلاح سليمان هقول لكم ايه العبره، ده يعني ده استنتاجي يعني. صلاح سليمان ياسر رجع من اصابه، وبالتالي هو صمام امان مع فتح الله، فبالتالي ميدو بيريحه، لانه واضح تماما انه بقى مؤثر، هذا الولد الشاب بقى مؤثر بايجابي في خط ظهر نادي الزمالك. انت النهارده مدرب ومتقدم بثلاث اهداف، والمباراه بقت في متناول ايدك، وما فيش فرق كبير بين صلاح سليمان وياسر ابراهيم، انما ياسر هو اللي ماسك الحته دي، فسحبه لانه راجع من اصابه، ونزل صلاح سليمان عشان يكتسب ناحيه فنيه اكتر، ويديله الثقه بعد المباراه اللي فاتت اللي كانت يعني غريبه جدا قدام بتروجيت، وفي نفس الوقت يقدر يقوي الناحيه دي فنيا بكتر الثلاثه يلعبوا، وعقبال مهاني كده ان شاء الله يلعب كمان. عموم تغيير في كده حته مدرب وفكر مدرب في هذا التغيير اللي عمله بنزول صلاح سليمان مكان ياسر ابراهيم. رمي التماس لنادي الزمالك. تتلعب الكوره وتنزل خلاص، الزمالك هو قابض على المباراه من اولها،
بس نفسي بقى يقبض بايه؟ باداء جماعي. عنده الاداء الفردي ممكن، ادي مصطفى، ادي مصطفى، انما طبعا خلاص اداء فردي من غير معاونه جماعيه يعني صعب. الله يكون في عون. وبعدين ايه؟ عنده 21 نقطه، وتليفونات بن السوف جت له عندها 21 نقطه، واصبح الامور تحت. هيطلع رقم 7 غريب مودي، وهنشوف مين اللي نازل. رقم 14 مصطفى ضمضم، مصطفى ضمضم نزل مكان مودي. مصطفى ضمضم ضمضم طبعا يعني دعابه كده من الاعداد بيقولوا لي بوجي وضمضم ماشي. نزل مصطفى ضمضم وطلع غريب مودي، وثلاث اهداف في مرمى القناه عن طريق محمد ابراهيم، ضرب الجزاء محمود فتح الله في الدقيقه 30 من زمن الشوط الاول، ثم مصطفى فتحي في الدقيقه 4 من زمن الشوط الثاني، وضربه مرمى لنادي الزمالك. ميدو مع احمد عبد الحليم، نفسي اشوفك بتبتسم، هل هي موت كده ولا عندك حاجه عاوز تقولها؟ ودائما على فكره مدرب كويس على فكره، وفاهم كوره كويس وبيحل كويس احمد عبد الحليم، وكان هاف باك في نص الملعب حلو قوي هو وعبد الرحيم محمد وميدو، وبداوا الثلاثه يبداوا يتكلموا مع بعض زي ما تشوف شايفين كده. 10 دقائق من الشوط الثاني، واصبحت النتيجه 3 أهداف لشيء، يمكن اعلى نسبه استحواذ في الدوري العام في هذا اللقاء لفرقه لعبت حتى الان، ونادي الزمالك في الشوط الاول والعشر دقائق اللي الشوط الثاني اللي اتلعب ده. بهاء مجدي هيلعب رانية التماس، تتلعب الكوره وتنزل عند محمد ابراهيم، يقطع صلاح سليمان اللي نزل مكان ياسر، ويلعب لعبد الشافي. الزمالك لو لعب باداء جماعي هيبقى شكله هايل، انما لو لعب بثقه زياده خلاص كسبان وجايب 3 أهداف هيبقى شكلك كده صفافير وضرب ورقع وممكن تتعور، انما الفرق الكبيره لما تعوز تلعب تبدا تلعب، وده بقى شغل ميدو ان هو اتفضلهم العب الاداء الجماعي كانك بتلعب وانت مش كسبان حاجه، العب كوره. كره عرضيه للقناه وقلشه من صلاح سليمان، ورمي التماس لنادي ال اهو قام اهو الراجل ما كدبش خبر، حس بالخطر وحس كده ان الشكل عام وحش، فالناس عاوزه نتيجه واداء عشان المباريات الثقيله، وتتلعب الكوره وتنزل ويقطعها نادي الزمالك وبره الملعب. رمي التماس لنادي القناه اللي اتجرأ على نادي الزمالك وبدا يهاجمه، تتلعب الكوره عند بهاء يلم وماشي، وتروح لدوجي يطلع الكوره بره عند العدلي، العدلي يفتح عند وليد، عند احمد محسن، احمد محسن 3-4 نقلات حلوه قوي، تروح لمحسن مره تانية يلعبها داخل المنطقه، انما صلاح سليمان يكمل عليها على طول احمد توفيق، حازم امام، تنزل الكوره لمحمد العدلي، تصيبه فوق من العدلي وضربه مرمى لنادي الزمالك. في تغيير ولا في ايه؟ هنشوف. هيطلع مصطفى فهمي وينزل مصطفى فتحي وينزل احمد سمير فرج. حاجه جميله جدا جدا جدا، واحد يقول لي ليه؟ يبقى ميدو بيستهز تفوقه في هذا المباراه ويبدا يحط لعبته في المود الفني للقاءات القادمه. احمد سمير فرج ينزل مكان مصطفى فتحي، وبيقولوا لي في الاعداد انا بقول مصطفى فهمي، مصطفى فهمي ده راجل عظيم جدا، سكرتير الاتحاد الافريقي ما تعرفوش انتوا، راجل مصري مثلنا احسن تمثيل في المحافل الدوليه، وضربه ركنيه لنادي الزمالك تتلعب حلوه قوي، مين هيردها عكسيه؟ واقف مستنيها، انما تطلع ضربه
ضربة ركنية أخرى لنادي الزمالك. 13 دقيقة وشوية ثواني من زمن الشوط الثاني، وثلاث أهداف لنادي الزمالك مقابل لا شيء لنادي القناة، وضربة ركنية لنادي الزمالك، ويطلع أبو السعود ويمسك على طول. أبو السعود بإيده وتطلع كرة ورا، وعلى طول صلاح يرجعها، يا أحمد توفيق يرجعها لعبد الواحد السيد، ترقيصة من محمد إبراهيم وتمريرة حلوة قوي ناحية الشمال عند مؤمن، يلم مؤمن ولعب كده على العمياني ما تقدمش عبد الشافي، وتبقى ضربة مرمى لنادي القناة. ده أحمد سمير فرج وزنه تقيل، شكله شايل كام كيلو زيادة كده. ما المخرج مباراة ما تسيب الراجل في حاله يا أخي، سيب الراجل في حاله، عمل موسم كويس قوي الراجل ده هوت، ولكن بقى ما تعرفش يعني سيء الحظ ان قابل الزمالك النهارده، والزمالك بيلعب مباراه مصريه عشان يطلع مربع الذهب او الذهبي. عاوز اقول لكم حاجه، تصوروا بتروجيت في خطر، واحد يقول لي ايه في خطر هتنزل، اقول لهم لا، بتروجيت المتربعه على قمه طول الموسم ناقص له 6 نقاط مباراتين فقط مع المصري ومع الاسماعيلي، والاسماعيلي ناقص له 12 نقطه بيلعب فيها، والزمالك ناقص له 15 نقطة بمباراة النهاردة، والشرطة ناقص لها 9 نقاط، يعني أقل الفرق البتروجيت يعني ممكن جدا لو طارت منه مباراة يروح في الزحمة ويروح ويخش مربع الذهبي. يا على الدوري العنيف جدا جدا بالنسبة لبتروجيت، زمان مختار النهاردة مش مصدق. هجمة للزمالك وتتلعب الكورة وعمر واللي هي حازم، انما ضربه ركنيه لنادي الزمالك. يعني بتروجيت عنده 33 نقطه وعنده ماتشين فقط مستنيين، مع المصري ومع الاسماعيلي، والاسماعيلي وراه عنده 27 نقطه وعنده يعني 12 نقطه هيلعب فيها الاسماعيلي. اذا مطلوب ال9 نقاط لبتروجيت لازم ياخدهم في انتظار ما يسفر عنه اتحاد الشرطه والزمالك والاسماعيلي. ياه يعني لو شفت الجدول والنقاط، ويعني تحس ان النقطه بقى ليها 8 3 نقاط مش نقطه، نقطه ما تنفعش دلوقتي. وضربه ركنيه للزمالك، وابو السعود طالع متاخر وتتخطف الكوره وتروح على طول ناحيه احمد محسن، يلعبها الكوره على طول بره الملعب. اول القناه استسلم والزمالك بيتفسح، والشوط الثاني 16 دقيقه تقريبا من زمن الشوط الثاني، وثلاث أهداف للزمالك مقابل لا شيء لنادي القناة. ومحمود أبو السعود يبدو في الطلعة اللي فاتت خبط في مراخيره، وإن شاء الله يبقى سليم. رمي التماس لنادي الزمالك، محمد عبد الشافي يعدي أحمد علي، يعدي أحمد علي عاوز يجيب جول في الزحمة دي، بس ما عندوش مهارة يعدي، هو خطاف خطاف، فعشان تخطف لازم تسند وداخل. حازم امام نفسه يجيب هدف في الزحمه دي، احمد سمير فرج اللي جه جنبه، وادي احمد توفيق، والزمالك يعني عاوز يخترق، وحته شراب ورايه وصفاره 100%، وضربه حره غير مباشره لنادي القناه. ضربه حره غير مباشره لنادي القناه. الناس في مصر مش عاوزه مصر تتهنى على خير. النهارده في المصري قرينا كده يعني ان بداوا يلعبوا تاني حته فتنه طرفيه. يعني الشيخ برهامي يعني شاكينه الاخوه المسيحيين ان هو بيقول يوم القيامه مش عارف ايه وبتاع وكلام من ده، فبعد لما النسيج الوطني لمينا نفسينا وبدانا نخش وفرحانين بحزب النور والناس حلوين والشيخ برهامي راجل حلو وجميل، يعني حبكت. طب عيد القيامه ده بقاله من ايام عبد الناصر وايام السادات وايام مبارك، ما حدش كان بيتكلم ليه؟ انا مش عارف الصراحه، يعني احنا عاوزين المجتمع يا جماعه يبقى الحاجات دي نسيبها والاعلام ما يركزش عليها. واحد يقول لي ما انت بتقول، بقول من غيظي، لهم حق الناس تزعل الصراحه، يعني مش كده ابدا ابدا. تتلعب الكوره والعدلي بدماغه وتنزل في نص الملعب، احمد توفيق لعبد الشافي، وعبد الشافي يلم الكوره، و18 دقيقه من زمن الشوط الثاني، و ثلاث اهداف لنادي الزمالك لا شيء القناه. عاوز يعدي حازم،
شكله كده هيتغير ولا ايه؟ لان قدامه يعني نزل احمد سمير وناقص صغير واحد لمودي وتتلعب الكوره وتنزل والمباراه كده شبه تقسيمه. الزمالك اطمأن الى النتيجه والقناه بيحاول انه يحسن ولكن ما عندوش القوه والدفعه ان هو يقدر يحسن. هجمه لنادي القناه عن طريق محمد سعيد وعاليه من احمد محسن في ايد عبد الواحد السيد. عبد الواحد السيد اماميه بصدره سيد محمود ويمشي وتقدم ويلعب الكره على طول لمحمد علي. بهاء مجدي تنزل لمحمد العدلي. اول مره في المباراه نلاقي 3 4 5 نقلات تروح لوليد الخضري الخضراوي ياخدها نادي الزمالك وعنده المساحات اللي يقدر بتمريره يروح. احمد سمير فرج ورجليه حلوه في التمرير ويلعبها على طول هناك حلوه قوي ناحيه الشمال عند مؤمن. مؤمن بيجي له عبد الشافي ووسع له عبد الشافي هاته خد بقى وحته شراب وما مدش رجله يطلع ابو السعود في توقيت مظبوط جدا ويلعب الكره اماميه يسيبها تنط يعمل نفسه مشكله انما لحق نفسه ويلعبها لعبد الواحد السيد محمود فتح الله. محمود فتح الله و19 دقيقه وداخلين في الدقيقه 20 من زمن الشوط الثاني. الزمالك 3 والقناه لا شيء بتلك النتيجه حتى الان. يخش الزمالك في المعمعه اللي قدام مع بتروجيت 33 نقطه ومع الاسماعيلي 27 نقطه ومع اتحاد الشرطه الثاني دلوقتي يعني ميري اتحاد الشرطه والقماش بنحييه 29 نقطه. لو فاز الزمالك يبقى 28 وعنده لقاء تقريبا يوم الخميس الجاي مع الاسماعيلي او يوم السبت. ان لقاء سموحه والاهلي الاسبوع الجاي الزمالك والاسماعيلي يوم الخميس لقاء بقى ايه ما فيهوش يعني ايه كلام. وبعدين مش عاجبني الاسماعيلي انه يطلب حكام دوليين لان الدنيا ماشيه حلو وانت شايف الحكم النهارده يقول الحكام كلهم ما بيخافوش وما فيش ضغط على الحكام فليه القلق كده هوت. احنا اللي بنعمل القلق بنفسينا. وادي الكره اللي مرفوعه من محمد سعيد واللي ملفوفه كده ومكرره وضربه مرمى لنادي مدي متكرره. فمش عاوزين الموسم ينتهي كده بكلام يعني وحديد. تعال نشوف ادي سعيد صقر من نادي القناه. هنشوف نزل مكان مين. تغيير برضو هجومي سعيد صقر رقم 10 تغيير هجومي او بيمشط الراجل او بينشط الراجل لعبته بقى في هذا اللقاء 21 دقيقه. وادي الزمالك برضو يعني ميدو برضو بيريح اللعيبه بتاعته. هيطلع احمد علي وهينزل نور السيد رقم 15 مين واقف على الخط ده؟ عرف السيد رقم 25. عرف السيد هينزل فرصة عرف السيد بقى ان هو يعيد حساباته مرة تانية مع نفسه. مباراة سهلة وتلات اهداف وما فيش شد عرف في شد عصبي. عرف السيد معلمش مع الزمالك لغاية دلوقتي. تغييرات كلها من ميدو بيدي الثقة للاعبته البدلاء وبيريح اللعيبة الاساسيين وما فيهاش اوفسايد وانما فيها طبعا يعني اي كلام من الانفراد اللي حصل. ومحمود ابو السعود تطلع في توقيت مظبوط جدا وواقع على الارض. عمر جابر الواقعه دي فيها كسوف يعني اداء كاسفه. الراجل رايح منه ليه اهو بتزقها زياده على اللزوم فطبعا وقع هو خبط في ابو السعود انما هو مكسوف من ميدو انه يقوم ضيع فرصه هدف رابع. هي ده انت اللي دخلت لغايه الراجل. مصطفى رياض زمان كان يزقها يزقها وقبل ما الجون يطلع يحطها من جنبه. دي موهبه انك انت موهبه تهديف. اذا مش هيحصل تغيير ان شاء الله. هيقوم عمر جابر وهيقوم سليم الحمد لله ولازم يعرف ان الانفرادات لها شكل ولها اداء. ودومينيك بيقول له معلش انا ما غيرتش عشان اريحك. يعني شوف بقى دي لقطه حلوه. واحد يقول لي حلوه في ايه؟ ازاي تراضي لعيبك الاساسي في لحظات تبص له تعرف ان هو غضبان. فميدو الراجل حاسس ان دومينيك يعني متاثر انه ما نزلش في الهيصه دي يحط اهداف. فيبدو ان هو قال له انا شايلك تقيله يا دومينيك
معرفش قال له بقى بالعربي ولا بالفرنجي ولا ايه، انما ميدو طبعا ميدو بيتكلم انجليزي زي اللبلب، ده راجل لف العالم ولف اجدع ملاعب واجدع انديه، فبالتالي لقطه جميله مخرج المباراه هناك استاد ميدو فيها تعبير انك ازاي تراضي وترضي معنويات لعيب الكبير اللي عندك لما لحظه انكساره او تحس ببصته ليك ان هو متاثر. تتلعب الكوره وتروح ناحيه الشمال عند دوجي وتطلع بره الملعب اوت وواقع على الارض حازم امام. من ذكاء بقى اللعيبه دلوقتي ان هم ما يحتكوش، انا كسبان والفرقه الثانيه بتحاول تهاجمني بنوع من التصميم او اي حاجه وما فيهاش اي حاجه خالص ان انت داخل غلط يا حازم، فبالتالي بدل ما حد يصاب في ماتش زي ده والزمالك عاوز كل واحد منهم، فبالتالي انت العب الاصول بدون احتكاك. واقع حازم على الارض وان شاء الله يقوم سليم. واحد يقول لي انت كنت بتقول بتروجيت ممكن تضيع منها الانفراد، اقول له ايوه، يعني لانها عندها ماتشين 6 نقاط، الاسماعيلي اللي ناطط وراه عنده 12 نقطه لسه هيلعب مع الزمالك ولسه هيلعب مع الحدود وهيلعب مع المنيا وهيلعب مع بتروجيت نفسه، واخبار حضراتكم اتحاد الشرطه اللي نط لهم كده زي يعني على سهوه عنده 9 نقاط، هيلاعب الزمالك وهيلاعب بني سويف وهيلاعب القناه، ثم المباراه الزمالك عنده 15 نقطه بمباراه النهارده، هيلاعب الاسماعيلي يوم الخميس، عنده بني سويف، عنده وادي دجله، وهيقابل اتحاد الشرطه. اذن مختار لاول مره من بدايه هذا الموسم يحس ان ممكن يطلع من المنافسه. يا عالكوره يا عالكوره يا عالكوره، اتحاد الشرطه النهارده يعني قد يكون حرم مختار من اي حاجه، مختار لازم ياخد 9 بونت اللي جايين دولي عشان يستمر في تفوقه على اللي زاحف عليه من تحت. تروح الكوره لعبد الواحد يلعبها لمحمد عبد الشافي لمؤمن اللي في الشوط الثاني راح ناحيه الشمال واحمد سمير فرج جه في اليمين واختفى على طول كده محمد ابراهيم، وهنشوف الكوره محمد ابراهيم دخل في العمق دفاع كراس حربه ودخل معاه عرفه السيد لسه لغايه دلوقتي ما لمسش الكوره، وادي تعليمات من المدير الفني لنادي القضاء احمد سعيد. 25 دقيقه من زمن الشوط الثاني والزمالك متقدم ب3 أهداف للا شيء لنادي القناه. العدل والزمالك بيلاعب القناه باقل مجهود فعلا، ولكن عليه لحظه استلام الكره ان هو يخلص نسبه الاهداف او يخلص انه يبقى على الاقل في البدايه نسبه الاهداف تبقى لصالحه. هل في اللائحه بقى، بسال انا الكابتن شبير بقى، هل في اللائحه في المربع الذهبي لو تساوي في كل حاجه هيبقى في مباراه فاصله ولا الاهداف يعني يقولوها بقى هم في الاستوديو التحليلي مع كابتن احمد شبير والكابتن حسن مسكاوي والكابتن ايمن يونس، وكنت انا هنجيب ولي امر كابتن خالد بيومي، كابتن شبير قال لي لا لف في اسبانيا تقريبا عنده تحليل، فطبعا انتهى الموقف. راجل كباره، راجل فاهم كوره، يعني معزز الاستوديو التحليلي يعني، وكمان بقى مشرف في الاسماعيلي زي ما سمعنا في الاخر. محمد العدلي وكرة أمامية هناك عند محمد سعيد، ما ياخدهاش محمد، ياخدها عبد الشافي ومرمي عليه عبد الشافي محمد علي، وفي تعليمات تحس كده من المدير الفني أحمد سعيد، بس الزمالك تقيل عليهم. رقم 10 سعيد صقر كان نزل من دقيقتين كده وطلع الخضراوي، يعني كل تغييرات احمد سعيد المدير الفني كلها تغييرات هجوميه، ومع هذا يعني الزمالك تقيل عليهم، انتشاره زي ما حضرتك شايفين كده في الملعب، طموحه في هذا اللقاء يعني جامد جدا، حاسين بالخطر. ال3 بونت لبتروجيت اللي خدهم من الزمالك باداء وبنقاط، النهارده الزمالك بيقول لا كان عندي عطل فني وعندي اصابات، فالنهارده الزمالك بدأ بداية قوية، ولكن دايما الزمالك لما يطمئن النتيجة يبدأ أداؤه الجميل يقل. فاول، وأحمد سعيد بدأ يبان شغله، بدأ يرمي على الجبهة الشمال هناك، حد يراقب الراجل الناشط النهارده ده محمد عبد الشافي اللي خد فاول، رامي عليه يعني محمد علي اهو رقم 27 اللي مرمي، بس مرمي متأخر. هجمة للزمالك
ومفيش تعاون ما بين لعيبه الزمالك خالص، ويلزم الزمالك في هذا اللقاء ينهيه بشياكه وبجمال، انما يقول لك مفيش شياكه مفيش جمال، انا عاوز 3 نقاط. وهجمه للقناه تنزل الكوره في نص الملعب على طول وتتحول ناحيه الشمال عند بهاء مجدي، عرضيه تتخطف الكوره نقله اهو، والثانيه محمد ابراهيم عاوز يجيب جوان في الزحمه دي، مش هتجيبها زي ما قال الناقد الرياضي حسن السكاوي، انت بتمرر افضل ما انت عاوز تعدي، ما انت ممكن تجيب اهداف برضو لما تمرر وتاخد. القناه بيحاول انه يحسن اوضاعه والزمالك مش عاطيله فرصه خالص، وتنزل الكوره لسعيد صقر اللي ينزل مكان الخضراوي، سعيد صقر يلعبها في نص الملعب عند العدلي، والعدلي يلعبها عند احمد محسن، تتخطف الكوره وماشي مؤمن وجاي له اهو 2 مؤمن، ده محمد ابراهيم يلعبها وحش قوي يطلعها عبد الاله وتنزل في نص الملعب عند محمد العدلي، لعيب كويس على فكره ماسك نفسه في نص الملعب كويس، وهجمه للقناه دوجي اللي بيتحرك في كل حته، انما خلاص اتقفلت. دوجي واحمد توفيق تتخطف الكوره لسه مع مع القناه، ترجع الكوره ورا اماميه عند عبد الشافي، خلاص هم ضاغطين على عبد الشافي لانه فعلا كان متنفس كويس في الشوط الاول، ياخدها الزمالك نص ساعة من زمن الشوط الثاني، الزمالك 3 والقناة لا شيء. وزي ما حضراتكم كده شايفين المباراة فقدت رونقها خلاص، الزمالك يقول لي أنا 3 نقاط في جيبي بهذا الأداء، والقناة بيحاول إنه يثبت وجوده في هذا اللقاء، وهجمة لنادي القناة اللي بيستغل دلوقتي الناحية اليمين في الشوط الثاني، والكرة العكسية هناك على الزمالك، لازم ياخد باله في هذا اللقاء ما يلحقهاش، ما تتلحقش على طول صقر، ما يلحقهاش سعيد صقر تطلع بره الملعب. رمي التماس لنادي الزمالك حازم امام، صلاح سليمان، حازم امام، بص هيأزموا نفسيهم، تتلعب الكرة أمامية وزقة من عرف السيد، الزمالك يحتاج الى راس حربة، معلش يا جماعة حدش يزعل مني، تقدر تترجم سيطرته والكرات العرضية اللي بالزوفة، وراس حربة بيتحرك عند الزمالك 3 لعيبة في نص الملعب، ممكن حمد وريم بيمرر، مؤمن بيمرر، حازم بيشيل، فانت لو عندك راس حربة متحرك يقدر يروح للكرة ويصطادها شمال ويمين، يبقى الزمالك بيترجم يعني مجهوده في هذا في لقاءات قبل كده، دايما الزمالك في اللقاءات متأخر في إحراز الأهداف، ها باستثناء المباراة ديت اللي خلصت كده بضربات جزاء، وإن القناة كان نازل بناحية دفاعية عطى الزمالك فرصة، أدي الكرات العرضية اللي بالزوفة وضربة ركنية لنادي الزمالك. إذا الزمالك يحتاج إلى رأس حربة زي سيسي أهو، بص الكلام يقول له الراجل ده ماشي لغايه لما يخبط، ما انت عديت اخطاء كده اهوت، الزمالك بيضيعها وفرصه اهداف بتضيع من كرات سهله التمرير فيها. ضربه ركنيه لنادي الزمالك. احمد سمير فرج يلفها حلوه قوي، انما فتح الله تخبط في دماغه ويحصلها ويلعبها حلوه قوي قوي، وفاول داخل، فاول داخل اهو، سليمان صلاح سليمان داخل زائد بدل ما يطلع فوق، بص حضراتكم هو داخل بص نازل تحت لتحت، بصهم ده انت تصطادها من فوق، بنشوف العاب الهوا الناس اللي بتطلع فوق وتحولها والكلام ده، دي ليها ناسها. المهم فاول وضربه حره مباشره لنادي القناة، دايما مبرق كده صلاح سليمان لعيب كويس من المحله، ونجح انه يثبت وجوده في نادي الزمالك. بتلعب الضربه الركنيه تاني للقناة وتنزل تروح لضمضم وتتقطع الكورة، يقطعها محمد العدلي لضمضم
أمامية وعلى طول لدوجي، إنما لو استلمها كان هيبقى واقف متسلل لعبد الواحد السيد. أول مباراة للزمالك يرتاح فيها عبد الواحد تماما. الزمالك فيه مباريات كتير جدا فاز فيها إنما عبد الواحد شال 3-4 انفرادات، إنما هذا اللقاء اللقاء يعني الوحيد تقريبا لغاية دلوقتي اللي يعني عبد الواحد السيد لم يختبر حتى الآن. وآدي عرف السيد في محاولة اختراق وضربة ركنية لنادي الزمالك، 11 ضربة ركنية لنادي الزمالك لم يستفد فيها، وال11 ضربة ركنية دليل على سير المباراة. وآدي جعصة كده من أحمد عبد الحليم بابتسامة مع هشام يكن، في طبعا طارق السيد وفي أيمن طاهر، وآدي الضربة ركنية وادي على طول متابعه وضربه مرمى لنادي القناه، متابعه لعبد الشافي عامل ماتش كويس قوي قوي عبد الشافي النهارده. 33 34 دقيقه من زمن الشوط الثاني وثلاث اهداف لنادي الزمالك اللي شيل القناه. وادي فتح الله وادي عبد الشافي وضربه مرمى لنادي القناه، تتلعب على طول تنزل لضمضم تخبط في ضمضم وعلى طول ياخدها العدل. لعيب كويس على فكره، عامل مجهود دفاع كبير في نص الملعب، تنزل للاماميه هناك ناحيه في العمق على طول للباك الشمال بهاء، يعدي 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 يلعبها بالعرض وتخبط ويعليها فتح الله ويطلعها على طول حازم، ودربكه كده طلعها فتح الله. يا سلام لو تمريره بدل اللي ماشي ده كله ومشوار وتمريره، ويصطادها سمير فرج ورجليه حلوه اهو مستنيه. يا سلام لو شال، يا سلام ادي الكوره، ادي الكوره اللي لو ما جاتش جون بنقول برده يا سلام وحظه وحش عرف السيد، لان ادي راس الحربه اللي يتنقل ويندفع عشان ياخد الكرات العرضيه، ما يقفش نايم بعد الكوره ما تترفع يبدا يتحرك. فرصه هدف في الدقيقة 35 لنادي الزمالك نتيجة هجمة تنتهي عند حازم بكرة عرضية ببطن رجله عارفة فوق العارضة، تتلعب ضربة المرمى وتوصل لعبد الواحد السيد. عبد الواحد السيد لو انتهى اللقاء بتلك النتيجة هيبقى المجموعة الثانية، بتروجيت لازال على القمة 33 نقطة بس بيرتجف من الاسابيع اللي جايه، واتحاد الشرطه 29 نقطه الثاني، والزمالك الثالث، ونزل الاسماعيلي 27 نقطه الرابع. يعني ايه كراسي موسيقيه ما بين الاربع فرق، ولكن الكرسي اللي قاعد عليه مختار بدا يزيق، يعني عنده 6 نقاط بغرابه جدا، لازم يحافظ على 9 نقاط اللي جايين له في المباراتين اللي جايين لما يلعب المصري ولما يلعب الاسماعيلي. قام ميدو لانه يهمه انه يفنش المباراه بالناس قدام الشاشة تقول الله، وإحنا نعبر عن الأداء الجمالي. وضربة ركنية الـ 12 وتتلعب وبالصعود بالبوكس وتنزل الكرة في نص الملعب، يصطادها الزمالك بزقة وضربة حرة مباشرة لنادي القناة. القناة في الشوط الثاني حاول أنه يعمل أداء جماعي، إنما مسألة إمكانيات ما عندوش الأنياب اللي تقدر توصله، إنما في الشوط الثاني تخلى عن حذره الدفاعي، ولكن حذره دفاعي أو هجومي الزمالك النهاردة يومه على نادي القناة. حازم إمام عاوز يعمل هدف في الزحمة دي وماشي ومخرج، هيديله بقى أوفسايد ما ادالوش، طب حد ينجده، خد فاول ما خدش، وتتلعب الكورة وتروح. دي بقى يعني الحاجة اللي يتحاسب عليها، يعني الأداء الفردي اللي يغيظ أي حد قاعد قدام التلفزيون أو في مدربه. هجمة أخرى لنادي القناة لعل وعسى يجيب هدف يعني يحسن نتيجته، ورغم ان عبد الواحد السيد لم يختبر حتى الان، واحنا بنلعب في الدقيقه 37 من زمن الشوط الثاني، والزمالك جامد قوي على القناه النهارده، مساله امكانيات وتتلعب الكوره وعرف السيد ياخدها بقوه كده، انما تنزل الكوره في نص ملعب على طول تروح لعبد الشافي. عبد الشافي بوش رجله الخارجي حلو قوي لمحمد ابراهيم، عاوز يخرم هيخرم لجوه ويشوف، بصهم بصهم هياخده على جوه، انما عاوز ياخده تاني لا طبعا. هنا بقى الكلام اللي مش هو والكلام اللي يعني ما يصحش، اذا كان عندك مهاره
استخدمها لزمايلك او بصهم، كان على طول بص بقى جول، انما عاوز ياخده تاني. وبعدين طبعا راحت وضربت مرمى لنادي القناه تتلعب على طول، و38 دقيقه 39 دقيقه من زمن الشوط الثاني، وثلاث اهداف لنادي الزمالك، هدفين في الشوط الاول محمد ابراهيم من ضرب الجزاء دقيقه 11، محمود فتح الله في دقيقه 30 ضربه راس، ثم مصطفى فتحي بعد اربع دقائق من زمن الشوط الثاني. الزمالك لعب هذا الشوط على اداء ورتم نادي القناه، فبالتالي زي ما حضرتك شايفين كده تقسيمه حتى اصبحت ممله، ولا الزمالك ما يهموش غير الثلاث نقاط. ميدو دفع بصلاح سليمان عشان يعني يدي فرصه لياسر عشان يخش، يدي فرصه دفع بصلاح سليمان مكان ياسر عشان صلاح سليمان يخش في الفورمه، ودي تبرئه اهو منه. ونزل عرفه السيد مكان احمد علي، ونزل احمد سمير فرج يعني كمان مكان مصطفى فتحي، وهدف جميل جدا اخيرا من عمر جابر، اخيرا من عمر. يا ترى ايه اللي على صدر دي، هتتوقف ولا ايه، موجود مكتوب فيها ايه ما اعرفش، انما عمر جاب هدف، عمر جابر جاب هدف الرابع. ما اعرفش بيقولوا لي ايه في الميكروفون، مكتوب عمرو حسين من وايت نايتس. كره حلوه قوي صراحه، اخيرا توفى المرحوم عمرو حسين، يبدو ان هو صديقه، وهدف جميل لعمر جابر في الدقيقه 39 او الدقيقه 40 من زمن الشوط الثاني، اربع اهداف لنادي باقل مجهود، ويعني مباراه لا تحسب لنادي القناه في هذا اللقاء. الزمالك كان عازم العقد ان هو ثلاث نقاط يعني وخدهم، والقناه ما جراش نادي الزمالك في اي دقيقه من دقائق المباراه حتى الان، مساله امكانيات فنيه، مساله اداء جماعي، يعني المهم ده ما يبخس حق القناه، ونتمنى له التوفيق في اللقاءات القادمه. واحد يقول لي يا عم ده 40 دقيقه، اقول له على مسؤوليتي الشخصيه، الثلاث نقاط في هذا اللقاء رايحه للزي الابيض. وكان 4-0، دي نفس النتيجه اللي كانت في الشوط في الدور الاول برضو، الزمالك 4 وده برضو 4، وكان عمر جابر اللي جاب 4. طبعا الاعداد بقى بيغششني رئيس تحرير وليد عبد السلام، وبداوا يساعدوا محمد حامد ومايكل ووليد قاسم، قاعدين على طول في ودني على طول، ساعات بيدوا حاجات حلوه وساعات ما بسمعهمش. وادي عمر اهو حط هدف، وادي ابتسامه من ميدو، واربع اهداف بلا شيء لنادي القناه. النهارده مراسل ملعب ماجد غراب، مخرجنا محمد عظيمه، مدير تشغيل محمود العشري، وايضا نجار مساعد العظيمه، والصوت التحليلي كابتن احمد شبير، هيئه محللي سي بي سي، ناقد رياضي حسن السكاوي، كابتن ايمن يونس، مدير الانتاج ابراهيم علي، مدير اداره الانتاج طبعا تفرق، مدير اداره الانتاج ابراهيم علي، اما مدير الانتاج فمحمد عطيه ورجالته محمد فهمي، عصام عصران اجازه، ومحمد وجدي. هجمه لنادي الزمالك، ومحمد ابراهيم عاوز يجيب جون مش من ضربات جزاء، ليه اربع اهداف من ضربات الجزاء، وسمير نزل زي ما نزلش، مع انه المفروض في هذا في الهيجان ده يحط من عنده لانه لعيب كويس، انما لسه ما دخلش في الفورمه خالص. احمد سمير فرج، تنزل الكره لعمر جابر الاحرز، هدف جميل، ايوه كده، يبدا الفرقه الكبيره في اللحظات دي تبدا تقتل الكره باداء اداء ايجابي، يعني بنشوف فرق في اوروبا في اخر المباريات تبدا تضيع كده باداء ايجابي بتمريرات كتيره يعني، ويبداهم في الملعب يعني يموتوا الكوره باداء جميل بحيث انه يقتل بيه الوقت. الزمالك وهجمه، ومحمد ابراهيم بيحاول عاوز يحط حته الناس يسقف، انما زي ما احنا شايفين كده داخل بلا تفكير، وداخل بعافيه كده زي شوقي بتاع نادي الاسماعيلي الباك اليمين، تتقطع منه الكوره وترجع ورا عند بهاء، يلم بهاء وماشي، باك كويس على فكره، ويمشي بهاء يديها للعدلي، عدلي يلم، لعيب كويس في نص الملعب، تنزل الكوره على طول لضمضم، ضمضم يرجعها لبهاء، وصدام وفاول، وضربه حره مباشره لنادي القناه. 43 دقيقه او 42 دقيقه و 48 50 ثانيه، يعني قول 43، و الزمالك
اربع اهداف مقابل لا شيء للقناه. يا ريت الاعداد يقول لي الخميس الجاي في مباريات ايه والسبت في ايه، على الاقل عشان اقطع تذكره القطر اجي اسكندريه. تتلعب الكوره الخميس القادم، اللقاء المرتقب الزمالك والاسماعيلي، لقاء مرتقب فعلا ما بين اتنين يعني يفتحوا مدرسه، واحد عنده مدرسه الدراويش والتاني عنده مدرسه الفن والهندسه. هل تتفتح المدرستين ولا تتقفل بمناسبه مش الاعتصام بقى، بمناسبه ايه؟ هنشوف. مدرسه حلوه الخميس القادم. السبت مدرسه حلوه ايضا، مدرسه سموحه النموذجيه اللي اهتزت بشده مع النادي الاهلي اللي جاي عليها ومعنوياته مرتفعه جامد جدا، عنده 29 نقطه والاتحاد في النص مستنيهم. يوم الخميس وادي دجله والمصري والاسماعيلي والزمالك، مؤجلات من الاسبوع ال 14. ويوم السبت الاهلي وسموحه مؤجل من الاسبوع 14. اذا المؤجلات، عامر حسين رئيس لجنه سباقات بينهي المؤجلات عشان يخلص منها. يوم الخميس مؤجلات وادي دجله مع المصري واسماعيلي مع الزمالك، وادي دودشي بيقول انا اهو، لكن عبد الواحد السيد بيقول له انت متاخر قوي، المباراه خلصت في 44 دقيقه اول تصويبه ما بين القائمين والعارضه في مباراه بالكامل. التصويبه اللي فاتت ديت اللي كان عبد الواحد السيد بيصحصح لها، تصويبه فقط ما بين القائمين والمرمى في لقاء يدل على سير المباراه وسير المباراه والخصم. والزمالك اعلى نسبه استحواذ في هذا اللقاء، يعني في لقاء سهل من جانب واحد طوال المباراه. يبقى سموحه يوم السبت مع الاهلي لقاء مؤجل من اسبوع 14، وادي دجله مع المصري في يوم الخميس، وادي دجله اربع اسابيع بيتهزم. المصري فايز النهارده على المنيا 1-0، وفي تغيير ولا ايه؟ هنشوف مين اللي نزل، كنت بنبص في الورقه مين اللي نزل يا جماعه، هنشوف. تتلعب الكوره ده كام دقيقه وقت بدل ضائع ما شفتهاش، وتتلعب الكوره وعبد الواحد بالوضع راقدا يمسك كوره من دودجي، وكان دودجي يرفض الهديه في الدقيقه الاولى من الوقت البدل الضائع. اهو الراجل انفرد تماما وحط صدره ولا كرشه، وعبد الواحد يلاقيها في ايده. اربع اهداف، محمد ابراهيم ضربه جزاء، محمود فتح الله من ضربه راس، ومصطفى فتحي وعمر جابر، اربع اهداف في هذا اللقاء حتى الان. النور ولع، وهيئه يعني محللي سي بي سي الناقد الرياضي حسن السكاوي وكابتن ايمن يونس يعني جايين، وامامه كابتن احمد شوبير، وثلاث دقائق وقت بدل ضائع بيعلن عنهم الحكم الرابع محمد عبد الحافظ. نقدر نقول ان الزمالك اصبح رصيده 28 نقطه، الثالث بعد بتروجيت واتحاد الشرطه، والرابع الاسماعيلي، وزي ما بقول لحضراتكم مختار مختار الكرسي اللي تحتيه بدا يزيق، لان عنده ست نقاط فقط باقيه له مباراتين مع بتروجيت، مع بتروجيت والمصري وبتروجيت والاسماعيلي. الاسماعيلي باقي له 12 نقطه. الاسماعيلي هيلعب مع الزمالك وهيلعب مع الحدود وهيلعب مع المنيا وهيلعب مع بتروجيت، و اتحاد شرطه عنده 9 نقاط 3 لقاءات، هيلعب مع القناه وهيلعب مع بني سويف وهيلعب مع الزمالك. الزمالك عنده 15 نقطه بلقاء النهارده، هيلعب النادي مع الاسماعيلي مع بني سويف مع وادي دجله مع الزمالك. اذا التسع نقاط لنادي الدجله لازم يحافظ على تقدمه عن اللي قدامه، اي فقدان لثلاث نقاط ممكن جدا ينقض الزمالك او اتحاد الشرطه او الاسماعيلي. سبق عامل زي الماراثون اللي اخر 100 متر يعني عاوز نوع من التريث ونوع من الراجل ده مش بيفكر في النتيجه ومش زعلان في النتيجه، انما بيفكر في اللي جاي. عنده اتحاد الشرطه الماتش الجاي، فالراجل ليه حق انه يبقى يعني اللبانه وقعت منه. وبالتالي واحد يقول لي هو ليه بيبدغ اللبانه؟ اقول له دي بتاخد الناحيه العصبيه منه، مش عيب يعني، دي بتاخد من المدرب ناحيه عصبيه في مباراه. اذا هو عنده اتحاد شرطه البعبع دلوقتي، وادي فرصه هدف محمد فريق عاوز يديها، وعرف السيد بتطلع كوره بره الملعب. الكل دلوقتي فوق او تحت بالاسابيع القادمه مؤثره الى حد كبير، ولا زلت بقول النزول واحد بس
ويطلع أربعة وبلاش النزول اللي بالجملة دي، نحافظ على كيان الفرق الكبيرة في الزحمة دي. ويصفر أخيرا الحكم محمد صباحي بانتهاء الشوط الثاني والمباراة بفوز نادي الزمالك ب3 نقاط و4 أهداف مقابل لا شيء للقناة، ليرتفع رصيد نادي الزمالك إلى 28 نقطة، يتوقف رصيد نادي القناة إلى 21 نقطة. مبروك لنادي الزمالك وحظ أوفر نادي القناة. وأعزائي مشاهدي قناة سي بي سي 2، كان معكم معلق نادي محمود بكر، وأترككم للسود التحليلي كابتن أحمد شوبير وهيئة محللي سي بي سي 2 النقد الرياضي حسن المسكاوي وأيمن يونس، فإلى هناك.